بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جمعية منطلق حي بولانوار لبناء مسجد النور. كيف ما كتشوفوا هنا الوضعية ديال المسجد هنا وسط السكان، ونحن الآن لا زلنا نناشد إخواننا المحسنين بالمساهمة في بناء هذا المسجد. كيف ما كتشوفوا هاد الإخوان كلهم راه متطوعين، الفلوس راها شوية ناقصة. كنناشدوا الإخوان المحسنين باش يتفضلوا علينا، يلوحوا لنا هاد الطبيلة هادي ويعاونونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوان المتطوعين، تنشكروهم بعد أول حاجة. الناس راه كلها مطوعة هنا، وتنطلبوا من المحسنين باش ما قسم الله سلعة أو فلوس. راه عندنا الكونت ديالنا في من الخزينة العامة، الله يجازيكم بخير. الله يرحم الوالدين اللي عندو شي حاجة وبغى ينفق بها، الجامع ديال المنطلق بونوار. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. اللي تبرع بشي حاجة راه الخلاص ديالو عند الله سبحانه وتعالى. قضية شوية الباقي شوية عندنا يعني إن شاء الله، نتمنى من الله المحسنين يساهموا معنا إن شاء الله. فهذا بيت الله يحتاج إلى التعاون، فجزاكم الله خيرا أيها المؤمنون والمؤمنات، ساهموا بما أعطاكم الله. لهذا فليتنافس المتنافسون، لهذا فليعمل العاملون، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا من القلب، شكرا مع الحب، إنا نقدركم بالخير نذكركم، فالبشريات بكم وبمثلكم تقرن. شكرا 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 من القلب.